السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل بيعمل السي في بتاعك من خلال شات جي بي تي. يعني ايه؟ يعني هتقوله مثلا انا شغال مثلا مزارع او شغال سي او او شغال اي حاجة، يبدأ ان هو يجيب لك اهم النقاط اللي المفروض ان انت تكتبها في الوظيفة ديت. فهتلاقي بعض الحاجات اللي تخلي السي في بتاعك قوي، وفي بعض الكلمات هو بيركز عليها عشان لو الراجل بتاع الاتش ار بيدور على كلام معين يبدأ يظهر معاك. فهيفيدك كتير جدا ان انت تاخدها كوبي بيست كده وتحطها في السي في بتاعك، لان هتلاقي مزايا كتير. هتلاقي ان السي في بتاعك بيتقلي بشكل حلو قوي من خلال البرامج بتاعه الاتش ار. فمجرد بس تكتب انا مثلا عايز مهندس مدني، فبدور على معلومه معينه، هيبدا بقى يحط لك كل الحاجات، افضل الكلمات اللي ممكن تناسب الوظيفه بتاعتك. في ناس كتير دلوقتي بدات تستغل الموقع دوت ومواقع تانية عشان تعمل السي في. تقدر ان انت تعمله مجاني، تمام، ستاندر فورمات، ويعمل لك بي دي اف. طبعا بي دي اف ممكن تاخده كوبي بيست وتحطه على الملف الوورد، مفيش اي مشكله خالص. تعمل السي في واحده مفيش مشكله، انت مش هتعمل 100 واحده يعني، تمام. دي بقى المزايا لو انت اشتركت في الشهر. طبعا هو شهر واحد وهتلغي الاشتراك، يعني مبلغ بتدفع مره واحده. هيبقى يعني يعمل لك سي في، ويعمل لك كفر ليتر، ويعمل لك اي اي بولت بوينت، اهم النقاط، واديتور، وهكذا. تقدر تسيبه ك جوجل درايف او كدوكومنتس اللي هو الوورد. ففي شوية مزايا جميلة، اتمنى ان انتوا تجربوه. ولو في موقع حلو برضو بعتهولنا، نبدأ ان احنا نشوفه مع بعض ان شاء الله.